الاهلي على مدار تاريخه محظوظ باللعيبه الاجانب واللعيبه المحترفين اللي لعبوا في صفوفه ومثلوا ايضا النادي الاهلي. ايضا من ضمن اللعيبه برضو احنا بنتكلم لكن مش في مركز المهاجم، جيلبرتو كان يعني من الجيل اللي كان موجود معانا وكان عنده انتماء كبير جدا ولاء كبير جدا للنادي الاهلي. بعت لنا رساله بيقول للناس خليك في البيت، خليكوا في البيت ولكن من انجولا. نشوف جيلبرتو ونرجع لحضراتكم نستكمل الحوار مع اليو باتش. Quem sabe não esquece, pá. Chega. بنشكر جيلبرتو لاعب النادي الاهلي السابق على الفيديو اللي اختصنا بيه في حوار خاص